إن اسم الله الفتاح من أسماء الله الحسنى. اسم الله الفتاح يفتح مغلق الأمور ويدل على أن كل شيء مغلق حتى يفتحه الله، والله الفتاح وبيده مفاتيح السماوات والأرض ويسهل العسير. الفتاح من صيغ المبالغة، فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد. ومعنى اسم الله الفتاح عدل، والفتاح الذي يكشف الغمة عن عباده ويسرع الفرج ويرفع الكرب ويجلي العماية ويزيل الضراء ويفيض الرحمة ويفتح أبواب الرزق. والله الفتاح يفتح الله تعالى على عباده اكتشاف القوانين المادية وما يسهل تسخيرها، وألوان التقدم المادي والتقنية الحديثة التي ينتفع بها العباد. والفتاح إنه يفتح الممالك والأمصار لعباده الصالحين المؤمنين. اسم الله الفتاح اسم للنهايات السعيدة. كل القصص التي نهايتها سعيدة سببها إن الله عامل أهلها بالفتح، كما حدث لسيدنا يعقوب عليه السلام وعودة ابنه يوسف إليه في النهاية. وفتح الله على سيدنا أيوب بعد 18 سنة من الضر. ومن النهايات السعيدة لاسم الله الفتاح في حياة سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، ويسمى أيضا الفتح الأعظم. وقد وقعت غزوة في شهر رمضان في العام الثامن الهجري 10 يناير 630 ميلادية، واستطاع المسلمون فتح مكة وضمها إلى الدولة الإسلامية. وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. التلات آيات الأولى من سورة الفتح. وردت كلمة الفتاح في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة سبأ الآية 26: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. صدق الله العظيم. الدعاء باسم الله الفتاح: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سورة الأعراف الآية 89: إذا فتح الله لك فإنه يفتح لك طاقات أنوار في قلبك فيريك الحق حقا والباطل باطلا، فتكون أفعالك وأقوالك وأعمالك كلها ترضى الله وترضي الله ويرضى الله عنك ويوفقك إلى أبواب الحكمة. فكل الأبواب يفتحها الله الفتاح، فباب الغنى يفتحه الله الفتاح، وباب النجاة من الظلام يفتحه الله الفتاح، وباب العمل يفتحه الله الفتاح، وباب الزواج يفتحه الله الفتاح، وباب النجاح في الدراسات يفتحه الله الفتاح، وباب البركة في حصاد الأرض يفتحه الله الفتاح. الاشتراك بالقناة يشرفني ويسعدني. وفي نهاية هذا الفيديو أدعوكم إلى مشاهدة فيديوهات من سلسلة أسماء الله الحسنى، مثل فيديو اسم الله القهار، اسم الله المصور، اسم الله العزيز، اسم الله البارئ، اسم الله الملك، اسم الله الرحمن.
واسم الله المتكبر واسم الله الرحيم وغيرها من الفيديوهات. وأشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.